من نيو هامشير إلى كاليفورنيا مروراً بتكساس وأوهايو، طالب متظاهرون أمريكيون بإنهاء إجراءات الحجر الصحي التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم دعمه للمتظاهرين الذين يحتجون على أوامر العزل الصحي، معتبراً أن بعض حكام الولايات اعتمدوا إجراءات حجر مبالغ فيها في وقت باتت الولايات المتحدة أكبر بؤرة في العالم لوباء كوفيد-19. وتجمع مئات المواطنين أمام برلمان كونكورد عاصمة ولاية نيوهامشير الصغيرة التي ظلت نسبياً بمنأى عن الفيروس. لافتات حملها المتظاهرون يكذبون فيها الأرقام المعتمدة ويطالبون فيها السلطات بإعادة فتح الولاية، ضاربين تعليمات السلطات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي عرض الحائط. وفي وقت بدا أن التظاهرات ضمت العديد من أنصار ترامب، شدد بعض المشاركين فيها على أن دوافعهم اقتصادية في المقام الأول. ورغم أن أعداد المتظاهرين قليلة بشكل عام، إلا أن تظاهرات كهذه قد تضاعفت في الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تأثراً بالفيروس، حيث سجلت 1891 وفاة خلال الساعات 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 38,664 استناداً إلى إحصاء لجامعة جون هوبكنز.